شباب مستعجل. تفضل تفضل تفضل. الان في ناس كتير راح يشوفونك مغتربين، شو راح تقول لهم؟ ما شاء الله تبارك الله. أي. يعني في مغتربين بيشوفونا الان، راح يشوفونك، راح يشتاقوا لتريم يعني. صراحه تريم تريم مهما كان، مهما كان سافرنا ورجعنا، ولكن كما تريم ما شفنا شيء كما تريم. وقال المثل عندنا تريم ولو حتى على درب شريم. نعم. نعم صح. سافرنا جميع. سافرت وين انت؟ سافرت عمان بس؟ السعودية، وسافرنا عمان، وسافرنا مصر، لكن كاتريم ماشي 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 ابدا. طيب صراحة يعني القلب يحن عليها لما نفارقها، يعني في خلال شهر تقريبا 10 ايام في بعض الرحلات حقنا، لكن نحن والقلب يحن عليها. كريم حياك الله. الله. فهلا بدنا